النجم كريم عبد العزيز نزل على السوشيال ميديا بوستر لفيلمه الجديد مع النجمة دينا شربيني. الفيلم هيكون اسمه البعض لا يذهب للمأذون مرتين، وواضح كده من البوستر اللي شفناه ان الفيلم هيكون كوميدي. الفيلم هيتعرض في السينما في العيد اللي جاي، وهيكون تأليف أيمن وطار وإخراج أحمد الجندي. النجم المصري العالمي رامي مالك هيمثل فيلم جديد مع نجمة البوب ميوزك العالمية تايلور سويفت، لكن لغاية دلوقتي بصراحة لسه مش واضح قصة الفيلم هتكون عن ايه، لكن اللي احنا متأكدين منه هو ان الفيلم هيكون اخراج المخرج ديفيد او راسل. النجم أحمد عز والنجم أحمد فهمي خلاص بيجهزوا العرض فيلمهم الجديد اللي تأجل أكتر من مرة بسبب فيروس كورونا، واسمه العارف. الفيلم هيكون تأليف أحمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.